معكم قناه شهيوات الفاسيه. اليوم غادي نقدم لكم واحد لا ريسيت، واحد الوصفه ديال هي الاسم ديالها كوجير، ولكن تعتبر بحال انطاقت مالحه في الفرن. كنحتاجوا لها 4 البيضات، 150 غرام ديال الفورس الدقيق الابيض، 75 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الفرماج حمر مبشور، 50 غرام او اقل ديال الموتزاريلا، قليل من الملح، ربع لتر ديال الماء بارد. غادي نبداو ان شاء الله. غادي ناخذو واحد كاسرول ولا طنجره، غادي نوضعو فيها الماء، نشعلو النار، غادي نوضعو فيها الزبده، نحيد الزبدة اللي في الملعقة كاملة. غادي نديرو قليل من الملح، ما نكتروش حيت كاين الفرماج مالح، شوية فقط باش ما تجيش مالحة. غادي نبداو نحركو مزيان حتى يغلي هذاك الماء وتذوب الزبدة فيه، ونتلاقاو نشوفو الإضافة الثانية. ها هي دي دابا الزبده ديالنا كتذوب مزيان حتى تيغلى الماء باش الزبده تذوب وتنسجم مع الماء، ما كتبقاش كتبان الماء، ما كيبقاش يبان مع التحريك. نفس الطريقه ديال لي باتاشو، هما العجين ديال لي باتاشو ولكن كتجي في الفران، ما كتجيش كالمعتاد. غلات الزبده ديالنا، دابا غادي ناخذ الفورس غنقصوا النار باش ما تحرقش لينا، وغادي نحطوه هنايا مع التحريك المستمر باش ما يتكورش لينا داك الدقيق. مع التحريك جيدا حتى داك الفورس كيشرب داك الزبده مع الماء جيدا حتى كتجمع لنا. صافي كنطفيو النار وكنبقاو نحركو باش كتطلق شويه العجينه وكتجمع لنا كامله. هما كتشوفوا كيفاش كترجع كتشرب داك الدقيق، كيشرب داك الماء كامل مع الزبده. صافي دابا غادي ندوزو للمرحله المواديه. غادي ناخذو البيض نديرو على الخليط ديالنا، 4 بيضات كيما قلنا، غادي نخلطوهم ندوروهم بالباتور مزيان حتى يتخلط مزيان الخليط وكيولي بحال اون موس. شوفوا الشكل ديالو قبل ما نضيفوا له الفرماج، ها انتما كتشوفوا الشكل ديالو كيولات من بعد ما ضربت هذا الباتور. غادي نزيد لها هذا الفرماج، ما غاديش نديرو كله، غادي نخليه شويه للتزيين على الوجه، يعني تقريبا تلت ربع غادي ندير فيها والباقي كيبقى للتزيين. موتزاريلا حتى هي غادي ندير القليل وغادي نخلطها غير بشويه، انتما كتشوفوا غير بشويه حتى كيدخل فيها هذاك الفرماج. يدخل فيها مزيان باش كتجي موزع على الخليط ديالنا كامل.
يضاعف المقادير يضاعفها على حسب القياس. وانتم بغيتو ديروا الدوبل بغيتو ديروا قياس ونص لكم اختيار. دابا غادي ناخذوا المول ديالنا بعد ما دهناه بالزبده ودرنا له غبرنا عليه الدقيق، غادي نحطوه وغادي نفرغوا فيه الخليط ديالنا. من بعد غادي نبقاو نقادوه شويه بشويه حتى نخويو هذاك الخليط ديالنا كامل. دابا دهنا المعلقه القاع ديالها بالزبده باش ملي نكونو كنبسطو الخليط بحال هكذا ما يلصقش لينا فيها. هانت كتوزعوها مزيان على المول ديالكم. نتوما ما بغيتوش ديروا هذا ديال اللي كيتحل، ديروا ديال الزاج ولا ديال بورسلين ولا اي مول بغيتو. المهم يكون مول، ماشي شرط يكون داير، يكون داير ولا يكون طويل ولا مربع كيما بغيتو ولا قلب ولا كيما بغيتو. المهم الشكل في النهائي كيجي هو نفس الحلوه ديالنا، كتبقى هي يعني لطاف ديالنا المالحه كتبقى هي المول كل واحد وقدر المستطاع ديالو اللي كيتوفر عنده في البيت. صافي. وبالنسبه للفرماج اللي ضفنا اللي ما عندوش الموتزاريلا ما ماشي مشكل، يدير فرماج احمر بوحدو يعني حاجه بسيطه وما تكون في متناول الجميع وما يكونش يعني يكونش مكلفه. صافي غادي ناخذوا الفرماج ديالنا هانتوما شفتوا، وغادي نبقى بحال اللي كنديروا على البيتزا ولا هانت كنوزعوا عليها كامله باش ملي كطيب كيجي داك الفرماج دايب عليها من الفوق كتجي محمره. وواحد الشرط خاصكم تحمروا لها شويه الوجه، ماشي تحمر تتحرق، انما خاصها ضروري تحمر شويه باش كتجي زوينه ومقرمشه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق ان شاء الله ملي ننزلها. سنوزعوا هذاك الفرماج، ناخذوا داك الموتزاريلا اللي بقات غادي نرشوها بحال اللي غادي نزوقوا بها مع اللون ديالها مغاير على فرماج احمر. فرماج احمر اي نوع بغيتو ديروه. انا كنتمنى نكون درت لكم واحد الحاجه، واحد الوصفه جديده وتذوقوها وتردوا عليا. شكرا لكم ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غنديروها في الفرن، وضعناها شعلنا من تحت وضعناها على 180 درجه، وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت المنحه ديالنا اللي درنا حطرنا بالفرماج. وكنعتذر الا كتسمعوا شي اصوات لاننا حدا ورش مباني، يعني الناس كتبني حي جديد، هذاك علاش الاصوات ديال البنيه على برا. وكنعتذر مره ثانيه، كنتمنى يكون الصوت وصلكم مزيان، وغادي نوريها لكم ان شاء الله في طبق التقديم. هذه هي لاطارت المالحه ديالنا، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتذوقوها ان شاء الله، وتردوا عليا في التعليق ان شاء الله. وبالصحه وراحه.